الفاتورة ديال الضو طالعة بزاف؟ عندي ليك الحل، والحل راه بين يديك. اول حاجة بالنهار استافد من ضو الشمس، وبالليل شعل غير البولة اللي في الغرفة اللي راك فيها. جوج، خلينا من البولات ديال الهاروجين وخذ ليك مصابيح اقتصادية LED باش تحافظ على الطاقة وجيبك حتى هو. ثلاثة، كلنا كنخدموا الشارجور والأجهزة الكهربائية، ولكن منين كنساليو ما تنزولوش البريز، وحتى ديك البوطونات الحمراء اللي في الرالونج ما نطفيوهمش. ايه الرالونج والبريزات اللي تيبقاو راكبين راهم ما سالينش في الاستهلاك. ونزيدكم الرابعة، واش عارفين باللي ملي كنخليو الثلاجة ولا المجمد في مكان ساخن راه الوتيرة ديال الاستهلاك كترتفع والفاتورة حتى هي. ايوا من الافضل نبعدوهم على الفران وبلاصة ديال الطياب، انا هادي بعدا كانت فالتة هي. خامس حاجة، نحاولوا ديما نختاروا الأجهزة المقتصدة في استهلاك الطاقة واللي كتكون موضحة في واجهات الجهاز، مثلا جهاز مكتوب عليه A3 بلس هو أقل استهلاك من A2 بلس وهكذا. وما فيها باس دايما نسولوا البائع على كمية استهلاك الجهاز الكهرباء قبل ما نسولوه على الثمن ديالو، حيت كنلقاو أجهزة مغرية في ثمن البيع ديالها ولكن كتستهلك الضو بزاف. وبالنسبة لآلة التصبين فخاصنا نضبطوها دايما على حرارة منخفضة أو نصبنو غير بالماء البارد ونخدمو البرنامج الاقتصادي اللي عندها. ومن الأفضل حتى تعمر الماكينة عاد نخدموها في عوض ما نشعلوها كل مرة على جوج حويجات. وهذه كانت هي الفكرة السادسة. سابعا، ومع هاد الحرارة ما تنساوش فاش تخدموا الكليماتيزر تسدوش راجمو الباب باش نستافدو من البرودة مزيان وبسرعة وما نضيعوش الطاقة والمصروف على والو. وباش نساليو هاد الفيديو ما فيها باس إلا قوينا شبكة التوصيل الأرضي للمنزل أو لجددناها، وهادشي كله راه غير باش نستافدو من الطاقة بلا ما نهلكوها. ايوا شنو بان لكم ديروا هادشي ولا حتى تسخن الفاتوره؟ خلينا لكم الراحه وبسلامه عليكم.